حذاري حذاري. في الوقت الذي يتواصل فيه الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين بالسلاح والمال فضلا عن عمليات التدريب، وفقا لما نقلته رويترز عن مسؤول يمني كبير، شن زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي هجوما لاذعا على الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، إذ اتهمه في كلمة أمام وفود من قبائل خولان في صنعاء بعرقلة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه بين القوى السياسية عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي. وكان الرئيس هادي قد طالب جماعة الحوثي بسرعة الانسحاب من جميع المحافظات، متسائلا كيف تحمي مصالح الناس باحتلال المدن بالحرب وباقتحام ومداهمة الوزارات والشركات النفطية. هذا وقد تلقى الاقتصاد اليمني ضربة موجعة جديدة بتراجع أسعار النفط عالميا، وهو الذي تشهد صادراته النفطية تراجعا كبيرا نتيجة الأعمال التخريبية التي استهدفت أنابيب النفط. ميدانيا قتل شخصان، أحدهما ناشط في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال بالرصاص في جنوب اليمن، وذلك بالتزامن مع عصيان مدني دعا إليه حراك الجنوب. وأفادت الأنباء بأن قوات الأمن أطلقت النار على الناشط بعد أن فشلت في إلقاء القبض عليه، وذلك بعد 10 أيام فقط من الإفراج عنه من السجن الذي أمضى فيه 15 شهرا بسبب نشاطه الانفصالي. ويرى مراقبون أن هذه الحادثة من شأنها أن تزيد التوتر في المدينة التي تشهد احتجاجات أسبوعية تطالب بالاستقلال. في المقابل دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى التحقيق في الحادث. هذا وأغلقت غالبية المحلات التجارية والمدارس والمصارف في عدن كبرى مدن الجنوب أبوابها تلبية لدعوة الحراك الجنوبي بالعصيان المدني. راشد العيد، العربية.